هذه الوقفة المباركة التي تشمر إليها وشارك فيها أخواننا من أهل العظمية وراغبة خاتون ومن جميع مناطق بغداد، أقول لهم جزاكم الله خيرا على هذه الوقفة، وإن شاء الله ستشفع لكم بإذن الله يوم القيامة. ومعلوم أننا لا نستطيع أن نذهب إلى غزة وإلى فلسطين، لكن ممكن أن ندعمهم بالدعاء، أن ندعمهم بالتبرعات، أن ندعمهم بمقاطعة الشركات الأجنبية. هذه الأجواء التي نستذكر فيها مظلومية سيدنا الحسين حينما قتل زورا وبهتانا وظلما، يعيش إخواننا وأهلنا في غزة أنواع الظلم وأنواع الزور وأنواع البهتان، حوصر اليوم كما حوصر الحسين. ينبغي علينا كعرب ومسلمين أن نأخذ خطوات باتجاه معاداة هؤلاء وموالاة المقاومين في فلسطين وغزة. من أولى هذه الخطوات أن ننصرهم بوقفاتنا في كل مكان، في كل فسحة يتاح لنا فيها النصرة. إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا. اللهم كل أهل غزة يا رب العالمين.